حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، محطاتنا متعددة ومتنوعة. حديثنا في الدقائق القادمة ليس بعيدا عن المحطة السابقة والحديث عن التنوع الأحيائي من خلال ماراثون أفكار التنوع البيئي منافع، هذا البرنامج الذي سينظمه إن شاء الله ويطلقه مجلس البحث العلمي خلال المرحلة المقبلة، بالتحديد من 23 إلى 24 من فبراير 2018، يعني الشهر القادم. لكن التسجيل في البرنامج بدأ، فرصة لنعرف بهذا البرنامج وآلية التسجيل فيه والتنافس في هذه المسابقة وهذا الماراثون. أرحب بضيفي الأستاذ عبد الله بن هلال بلوشي، اختصاصي جمع ورصد البيانات بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لمجلس البحث العلمي. حياك الله عبد الله معنا. مرحبتين بالمشاهدين. حياك الله، أهلا وسهلا فيك. وهذا المركز يتبنى مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية في مجلس البحث العلمي يتبنى هذا البرنامج. خبرنا عن فكرة البرنامج. في الحقيقة البرنامج جاء لعدة اعتبارات. بالمصادفة يعني البرنامج اللي أول مقابلة اللي قبلنا كان عن يوم البيئة، يوم البيئة العماني، نعم، 8 من هذا الشهر. فالاعتبارات اللي تم من خلالها يعني اقتراح أو تبني هذا البرنامج كان عن طريق يعني ما يزخر به السلطنة، تزخر به السلطنة من تنوع بيئي معروف. طبعا احنا في المنطقة تنوع بيئي كبير، عندنا البحار، عندنا الجبال، عندنا الصحاري وأيضا السهول، بالتالي عندنا تنوع كبير. أيضا الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الموجودة في السلطنة تعد من في المنطقة تعد من أكثر التنوع عندنا. يعني تم تسجيل البيانات تشير إن تم تسجيل حوالي 8000 نوع في السلطنة من حيوانات وكائنات بحرية. طيب، هذا الاعتبار من ناحية التنوع والثراء البيئي. نعم. الاعتبار الآخر أيضا كون أن المركز أيضا من ضمن اهتماماته تشجيع وتعزيز وأيضا تطوير الاستثمار في الصناعات التي تهتم بالمنتجات أو التي تعتمد على الكائنات الحية. نعم. فهذا من ضمن أيضا الاهتمامات المركز. نعم. أيضا هنالك اعتبار آخر أنه الحمد لله يعني جامعات السلطنة والكليات تزخر العديد من البحوث التي تم في هذا المجال. في هذا المجال أيضا يعني تطوير منتجات. نعم. من كائنات حية. نعم. طيب، يعني نعرف أنه مجلس البحث العلمي يعني يدعم البحوث العلمية في عدة مجالات وعدة برامج. هذا البرنامج الذي سينظم إن شاء الله في الشهر المقبل وبدأ التسجيل فيه في هذه الفترة، ما طبيعة يعني ما هي الآلية التي سينفذ فيها البرنامج هذا؟ يعني ما يبصر فيه دعم بحث معين، ليس يعني في إطار البحث، وإنما في إطار تكوين فكرة، جمع عدد من الشباب وتهيئة البيئة المناسبة لهم. هذا الشباب لابد أن يكون لهم خلفية علمية، يعني لابد أن يكون عندهم خلفية علمية ولو قليلة، بحيث أنه يتم تطوير هذه الفكرة. هذه الفكرة تكون تطوير على شكل منتج وممكن عرضها على القطاع الخاص اللي تبنيها. نعم. وليس هو على شكل ماراثون. على شكل ماراثون، نعم، وليس هو أنه يتم تمويل بحث معين. نعم. وندخل في سياق يعني في السياق المتعارف عليه البحث. نعم. العلمي. طيب، الآن التسجيل بدأ، متى بدأ التسجيل في البرنامج؟ التسجيل بدأ الأسبوع الماضي يوم 3/1 ويستمر إن شاء الله إلى الأسبوع الثالث من هذا الشهر. على حسب المتابعة هناك ما شاء الله عدد يعني معتبر من التسجيل تم تسجيله من خلال الموقع الإلكتروني، الموقع الخاص بمجلس البحث العلمي. نعم، آليات التسجيل هو عبارة عن موقع الإلكتروني للمركز، مركز عمان للموارد الوراثية. في عندنا موقع إلكتروني تحت مسمى www.oabgrc.gov.on، وممكن أيضا عن طريق التواصل الموقع العام أيضا. نعم. للمجلس. نعم. نعم. نعم نعم. طيب، ما المطلوب الآن من المشاركين؟ يعني هل يشاركوا كأفراد أم كفرق؟ ما هي الآلية؟ نعم، هذا سؤال جميل صراحة، لأنه معظم الماراثونات المتعارف عليها والمسابقات الموجودة هو عبارة عن تسجيل بفرق معينة، لكن في هذه المرة ارتئينا أنه الفرق احنا نرغب ان يكون بشكل فردي. فالنية انه يكون انه الشباب يكون عندهم الطموح
وعندهم الآلية وعندهم أيضا الخلفية العلمية أنهم يشاركوا، وبالتالي التسجيل يكون بشكل فردي وليس بشكل فرق. نعم. ما بعد التسجيل طبعا بيكون هنالك الأسبوع الأول من شهر فبراير. نعم. قبل ذلك يعني الفئة اللي ممكن تشارك في هذا الماراثون؟ عندنا الفئة العمرية من 18 سنة إلى 48 سنة. طبعا ارتئينا في هذه الفئة لأن من 18 سنة يكون اوريدي انهوا نعم. هل في شروط أخرى أيضا؟ الجامعي لا يوجد شروط أخرى. الشرط الوحيد أنهم يكونوا مهتمين بتنوع الحياة في السلطنة فقط. في هنالك بعض المعايير موجودة في الموقع الإلكتروني يمكن الاطلاع عليها، وهناك استمارة تسجيل بسيطة وسهلة جدا. بس هذه الاستمارة تبين مدى طموح هذا الشخص، وبالتالي المعايير تكون على مدى الطموح ومدى الإمكانية. نعم. طيب يعني أنت ذكرت أنه هناك اهتمام من قبل المركز بالمنتجات التي يتم استخدام فيها خامات من البيئة. الآن هل نتوقع أنه فعلا في هذا الماراثون وفي هذه المسابقة تكون بهذا الشكل، تكون لمشاريع يقومون بها كفرق أو كأفراد تدعم هذا الجانب؟ نعم، يعني احنا حاولنا خلال الفترة الماضية أيضا، يعني لابد أن نذكر أنه المركز قام أيضا خلال الفترة الماضية بالاستثمار في هذا الجانب. فكان عندنا تم التباحث مع عدد الشركاء في القطاع الخاص لإنتاج منتجات معينة، وتم الحمد لله إنتاج هذه المنتجات من يعني مثال بسيط من زيت نواة النخيل. فعندنا منتجات شارك فيها المركز بالتعاون مع القطاع الخاص، وإنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية ستكون إن شاء الله موجودة في السوق في القريب العاجل خلال الشهر الماضي. نعم. الطموح أن هذه الأفكار سوف تعرض على لجنة الحكام، لجنة الحكام تم اختيارهم من القطاع الخاص من عدد من الحاضنات الموجودة خلال مدة معينة، خلال نفس اليوم بعد 48 ساعة اليوم الذي بعده سيكون هنالك يعني عرض للفكرة على المحكمين، والمحكمين سيكونوا من القطاع الخاص، وبالتالي هناك فرصة كبيرة أن يتم تبني هذه الأفكار. نعم ممتاز. نعم. طيب يعني هذه الفكرة ستكون إن شاء الله خلال الشهر القادم. التسجيل سيغلق مع نهاية هذا الشهر إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شاء الله. كم العدد المستهدف للمشاركة؟ هو طبعا التسجيل مفتوح لأي عدد ممكن، لكن بعد الفرز الأول سيكون هناك 20 مشارك فقط، بحكم أنه عندنا تعرف الحيز يعني حيز المشاركين وعملية التحكم في المشاركين يكون غالية، وبالتالي العدد يكون اختصرناها على 20. العشرين سوف يوزعون على 4 فرق، كل فرقة سيكون عندها المجال أن تطرح الفكرة على القطاع الخاص. نعم، وبالتالي يعني وجود القطاع الخاص أيضا مهم هنا في هذا الجانب للتعرف. نعم. على هذه الأفكار. نعم مهم جدا، وإحنا من خلال برنامجك ندعو القطاع الخاص للمشاركة ودعم هذه الأنواع من المبادرات، أيضا دعم هذه المبادرة. نعم. طيب الحديث عن المنتجات التي يتم فيها استخدام البيئة المحلية الزاخرة بالكثير من التنوع، يعني هل هناك يعني نماذج تشتغلون عليها في المركز نبسطها للمشاهد ممكن نطرحها كأفكار عامة؟ نعم، كما ذكرت سابقا أنه احنا دخلنا في شراكة مع قطاع خاص لاستغلال بعض المنتجات منها يعني الذي سوف يكون إن شاء الله في السوق خلال شهر 3 زيت نواة النخيل. وهذا شيء بسيط يعني، ولكن من خلال الزيت هذا استطعنا أن يكون عندنا 10 منتجات. هذه المنتجات كلها سوف تكون في عملية المنتجات التجميلية، وبتكون إن شاء الله مطروحة في السوق في القريب العاجل تحت مسمى يعني زيت نواة النخيل ممكن يستفاد منه في جوانب تجميلية، في جوانب كثيرة من ضمنها التجميلية والعلاجية. لكن في الوقت الحالي لأن العلاجية يحتاج إلى مدى زمني محدد لعملية يعني الاختبارات والشهادات، فالوقت الحالي ممكن اختصاره على الجانب التجميلي ويكون هنالك شهادات معتمدة من ناحية الأمان، وإن شاء الله هذه الشهادات تم الانتهاء منها، وإن شاء الله نكون في السوق القريب العاجل. طيب خلينا أيضا نقترب من المركز، يعني مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية أكيد أيضا يشتغل على جوانب بحثية كثيرة هناك في المجلس، ما أبرز الاشتغالات التي تشتغل عليها حاليا؟
طبعا المركز من ضمن اهتماماته أولا تسجيل وتخزين البيانات الخاصة بالتنوع الأحيائي في السلطنة. خلال المدة الماضية من إنشاء المركز من 2012 إلى الوقت الحالي ما زلنا في عملية تسجيل هذه الكائنات الحية الموجودة على أرض السلطنة التي تم تسجيلها مسبقا. تم طبعا التعاون مع عدد من الجهات لجلب البيانات والمعلومات من عندهم وبالتالي تسجيلها في قاعدة البيانات الخاصة فينا. الحمد لله يعني خلال الفترة الماضية استطعنا تدشين قاعدة بيانات خاصة بالبيانات قاعدة البيانات النباتية فيها أكثر من 1700 نوع. من 1700 نوع حوالي 400 نوع نبات ممكن أن يدخل في الصناعات الطبية يكون نبات أو عشبة طبية إن شاء الله. أيضا مستمرين في عملية تسجيل الكائنات الحية من البيئة البحرية وأيضا الكائنات الدقيقة كالفطر وكالبكتيريا وإلى آخره. فعندنا قاعدة بيانات نشتغل عليها. أيضا نشتغل على بعض المشاريع الخاصة بالاستراتيجيات. كان عندنا كتاب صدر قبل العام الماضي خاص بالاستراتيجية الخاصة بالنباتات المهمة الاستراتيجية في السلطنة الاقتصادية والاجتماعية. أيضا هناك كتاب تم نشره خلال السنة الماضية عن العوالق الحيوانية الموجودة في بحار السلطنة وهذه مهمة أيضا. ونشتغل أيضا على بعض المشاريع بالتعاون مع الجامعة وأيضا جامعة سلطان قابوس وجامعة نزوة الخاصة ب الجينيتك الدراسات الجينية الخاصة بعدد من الكائنات الحية. كل توفيق لكم وإن شاء الله تخرج كل هذه الدراسات وهذه البحوث إلى أرض الواقع الاستفادة منها واستثمار هذا التنوع البيئي الذي تحظى به السلطنة. شكرا لك على وجودك معنا. عبد الله بن هلال البلوشي اختصاصي جمع ورصد البيانات بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابعة لمجلس البحث العلمي. فقط نذكر بالماراثون التسجيل ما جاء مستمرا. ما هي الآلية عبد الله؟ نعم التسجيل مستمر من الأسبوع الماضي ويستمر إلى نهاية الشهر نهاية الأسبوع الأخير من هذا الشهر. تسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز مركز عمان وأيضا ممكن تسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة. ماراثون أفكار التنوع البيئي منافع. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام التقرير القادم يأخذنا إلى كهف الهوت هناك في محافظة الداخلية نتابع ثم لدينا عودة. يبقوا معنا.